كيف هي ردود الفعل في الشارع؟ جلال، لا يزال طبعا الوقت مبكرا للحديث عن ردود الفعل في الشارع، ولكن الكثيرين وصفوا ذلك بأنه تنابز بين الفرقاء السودانيين المختلفين لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة بينهما وتأجيج الخلافات. وقالوا أن الحكومة اتخذت قرارات، هي نفسها اعترفت بأن هذه القرارات الاقتصادية كانت قاسية ومريرة وثقيلة الوقع على جيب المستهلك السوداني، وأنها اعترفت في مجالات مختلفة بأنها أدارت الاقتصاد بكثير من الأخطاء، وبذلك أهدرت موارد كان يمكن أن تساهم في تحسين الاقتصاد، ولذلك كان عليها أن تقبل وأن تتسامح في القبول بغضب المتظاهرين الذين كان وقع هذه القرارات على حياتهم المعيشية قاسيا. المعارضة قالت أن هذا الحديث ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين، الدستور يمنح المواطنين حق التظاهر وحق الاحتجاج، وهذا الحديث ينزع هذا الحق من المواطنين، وكان على الحكومة، بل هذا الحديث كما تقول يجرح فيما تقول الحكومة أنها تقبل طيب التظاهرات المسلمين شيء قانوني وطبيعي. بالحديث عن المعارضة، الحكومة تتهم المعارضة أو أحزاب معارضة بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات، إلى أي مدى فعلا هذه الأحزاب منخرطة في الدفع نحو الشارع في الخرطوم والسودان عموما؟ نعم، الحكومة تتهم أحزاب المعارضة بأنها تقف وراء هذه الاحتجاجات، والأحزاب المعارضة نفسها لا تنكر هذا، تقول أنها تؤيد هذه الاحتجاجات دون أن تعبر تصريحا بأنها هي التي دبرت هذه الاحتجاجات. ولكن مما نراقبه من خلال المواقع الإسفيرية، من خلال بعض نشاطات الطلاب وبعض المجموعات الشبابية المختلفة، فإن المحرك الرئيسي لهذه الاحتجاجات هم مجموعات شبابية معارضة، وبالتأكيد لهذه المجموعات الشبابية المعارضة صلات بشكل ما مع المعارضة، والمعارضة تقول دائما أنها تريد أن تسقط النظام عبر الشارع، وهذا الذي يجري هو واحدة من أشكال محاولة إسقاط النظام عبر الشارع، مهما كان التوصيف لحجم هذه وأثر هذه التظاهرات. أيضا الحكومة تقول أنها تؤيد أو لا تمانع في التعبير بالتظاهر، ولكنه التظاهر الذي لا يخرب، ترى أن هذه المظاهرات جنحت إلى التخريب لأنها حرقت موارد عامة حكومية عامة، وتقول أيضا موارد خاصة. البرلمان أجاز، الحكومة ليست لها خيارات، ولذلك البرلمان الذي يتكون في 97% منه من الحزب الحاكم أجاز هذه الإجراءات الاقتصادية القاسية، ومضت الحكومة في تنفيذها. الحكومة قبل أو المعارضة قبلت، أخذت القفاز، قفاز التحدي، الحكومة قالت أنها يمكن أن ترد بجماهيرها على هذه المظاهرات، ولكن المعارضة تقول أن المعايير مزدوجة، في حين يسمح لجماهير الحكومة بالتظاهر تمنع جماهير المعارضة وتكبل بالقوانين التي تطلب من المتظاهرين التصديق مسبقا، وتقول المعارضة أنها لم يسبق أن صدق لها شكرا. مرة طلبت فيها التظاهر. واضح. المسلم الكباشي مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم، شكرا لك.